انك يكون في فكر ابداعي امانه، لازم نوصل لمرحله ان في قناعه ان الامور الاعتياديه حق البيع والشراء ما راح تكون في الوضع الطبيعي، خصوصا مع الاغلاقات اللي قاعده تصير. لا لازم افكر في حلول تمويليه. في امور عندنا هنا في البحرين حصلها ممكن جرانت، ممكن تكلفه اقل، وفي عندنا الامور المتاحه الحين من خلال البنوك اللي هي توقيف الاقساط، فلازم انا احسب تكلفه. اما الزم البنوك ان اقول لهم لازم انتم تتحملون هذه التكلفه، فانا اتحفظ. بعض البنوك ما عندها مشكله اتوقع، لكن في بعض البنوك لا بتتاثر، خصوصا هذا القطاع المصرفي قطاع مهم مثل ما قلت لكم، ويملك تقريبا 14,000 موظف او يزيد الحين يمكن، يعني ما يعادل حوالي 40% من القطاع العام بشكل عام. يعني عندنا تقريبا 30,000 احنا عندنا موظف في القطاع العام كل الوزارات، احنا فقط في هذا القطاع نملك 14,000 موظف، لازم هذا القطاع نحافظ عليه، خصوصا هذا القطاع. احنا نسبة البنوك ترى ناحية البحرات الوظائف توصل ل 98 99% في كثير من البنوك، قليل البنوك اللي ياخذون الموظفين من بعض الوظائف يكونون اجانب، لذلك هذا القطاع مهم. والاستعجال في اخذ الامور انه تعال وقف الاقساط بدون ارباح، اعتقد انه في مضره بتكون لنا، خصوصا هذا القطاع لازم نحافظ عليه. شكرا.